للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من رام الله دكتور خليل أبو كرش خبير الشؤون الإسرائيلية. دكتور خليل، انضمام اتحاد العمال الإسرائيلي الهيستدروت إلى والدعوة إلى الإضراب والضغط على نتنياهو، هل يمثل تحولاً في التيار الذي يضغط على نتنياهو في الوقت الحالي؟ بمعنى أن آخر مرة حدث هذا من اتحاد العمال كان في صفقة تبادل الأسرى 2011 الشهيرة، هذه المرة الثانية فقط، إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا مؤثرا؟ أولا صباح الخير لك يا صباح النور. هذا الإضراب بغاية الأهمية، خاصة أنه يضم قطاعات واسعة في المجتمع الإسرائيلي، لأن القطاعات هي قطاعات مؤثرة وفاعلة في اتجاه كم الحياة الاقتصادية في كل دولة إسرائيل. عندما يعلن الاستدراج الإضراب هو يعني ذلك أن هناك قطاعات اقتصادية، نقابات، أطباء، نقابات مهندسين، قطاعات واسعة في المجتمع تنخرط في هذا الإضراب وتلتزم في هذا الإضراب. وبالتالي هذا بلا شك اولا رساله سياسيه مؤثره في الداخل في اسرائيل، خاصه اذا ما استمر هذا الاضراب لعده ايام، وبالتالي يمكن ان يكون نقطه تحول في الضغط الحقيقي على صانع القرار في اسرائيل باتجاه الذهاب نحو الصفقه. ثانيا هناك ايضا في داخل المجتمع حراك مهم، هذا الحراك الذي يضغط باتجاه الذهاب اكثر واكثر نحو صفقه، ولكن علينا ان ندرك حقيقه واحده، ان هذا الاضراب وان هذه الجماهير التي خرجت الى الشارع بالامس في مظاهرات واسعه هي تطالب بصفقه، تطالب بعوده المختطفين. السؤال عند قضيه وقف الحرب، هذه القضيه لا زالت قضيه شائكه في اسرائيل، وبالتالي ليست محل اجتماع من قبل الذين يخرجون الى الشارع او حتى من قبل النقابات التي اضربت اليوم. أنهم يذهبون نحو إضراب فقط لعودة المختطفين ولعودة الأسرى من قطاع غزة، بينما في القضية الأخرى التي ترتبط باستمرار الحرب هناك حالة من حالات الإجماع لا زالت حول استمرار الحرب. الإضراب الذي أعلنه الاستدراج أو أعلنه رئيس الاستدراج بار دافيد شمل اليوم يعني ما يزيد على 90% من السلطات المحلية في إسرائيل أو البلديات في إسرائيل، سواء بلديات المدن الكبرى أو حتى المدن الأخرى. قطاعات واسعة تنخرط، هذا الإضراب ينتهي اليوم في الساعة السادسة مساء كما أعلن. طيب ماذا لو لم يستجب نتنياهو؟ أنا بتقديري أنه لغاية الآن لا يوجد نقطة تحول حقيقية أو لم نصل إلى نقطة إلى عودة في هذا الإضراب أو في هذا الفعل الجماهير. لا زال هناك حراك، لا زال هناك قوى أخرى مناهضة لفكرة الإضراب ومناهضة لفكرة عودة المختطفين والاستمرار في هذه الحرب ضمن سياقاتها السياسية وسياقاتها الحزبية. نجح نتنياهو في هذا السياق وفي هذا الاستقرار، وأيضا حتى في قضية المختطفين والقتلى هناك منتديات مختلفة، هذه المنتديات وهذه التجمعات ليست كلها تطالب بالصفقة وعودة الأسرى، هناك منتدى يطالب باستمرار الحرب وهو منتدى مؤلف ومكون من عائلات الجنود القتلى في إسرائيل. نعم. ويقول أن الانتصار في هذه الحرب أهم وأفضل من أن باتجاه صفقة ربما يتكرر من خلال ما جرى في 7 من أكتوبر. السؤال الآن المهم هو كيف ينظر كل الأطراف في المجتمع الإسرائيلي إلى مثل هذا الحراك وما هي الخطوة الفعلية؟ صحيح أنه في الديانة اليهودية، صحيح أن الديانة اليهودية تعظم من قيمة عودة الأسرى والمختطفين، ولكن علينا أن ندرك أن هناك في صناعة القرار في إسرائيل هناك قرارا واضحا من قبل المستوى السياسي والأقطاب المختلفة المشكلة لهذه الحكومة الاستمرار في عملية التطهير والاستمرار في الحرب، خاصة أن قوى اليمين الآن تنظر إلى هذه الحرب بأنها حرب اليمين وأنه لا مجال لخسارة هذه الحرب، لأن الخسارة تعني مغادرة اليمين للسلطة لسنوات قادمة. طيب ماذا لو لم يستجب نتنياهو إلى هذه الضغوط؟ هل من المتوقع إبرام إضراب آخر أم شكل التصعيد كيف سيكون برأيك؟
يعني هذا السؤال في غاية الأهمية، خاصة أننا نتحدث عن مجتمع يتحرك ويدخل في الشارع. ربما الحدث الذي دفع بحال المجتمع إلى هذا الإجرام هذه المظاهرات هو الفتاة التي عادت جنوب غزة التي عثر عليها الجيش الإسرائيلي. هذه الفتاة التي أثارت حصيلة المجتمع الذي يطالب بعودة أبنائه على قيد الحياة. الفكرة الأساسية هي في الأسلوب، الأسلوب والأجهزة التي تستعملها الحكومة لعودة المتطرفين. الحكومة الإسرائيلية الآن ونتنياهو وكل المستويات السياسية هم يقولوا أنه طالما استعملنا الضغط العسكري الذي يدفع مزيد من القوة، هذا هو السبب أو هذا هو الفعل الذي سيعيد الأسرى. عمليا هو سيعيد الأسرى ولكن سيعيدهم على كفر ليس على قيد الحياة. نعم. وبالتالي هناك توجه حقيقي لدى المستويات السياسيه على خلاف ما تريده المؤسسه العسكريه بتفعيل القوه ومزيد من القوه، وانه اذا لم تحقق القوه ما نريد علينا ان نستعمل المستوى الكافي والاكبر من القوه. الجيش، المؤسسه العسكريه، المستويات الامنيه، كل الدوائر العسكريه تقول ان هناك فرصه حقيقيه للذهاب الى الصفقه ويمكن العوده الى الحرب مره اخرى، ويمكن العوده الى القتال مره اخرى. ولكن نتنياهو يدرك ان توقف الحرب يعني بالضروره سؤالا مركزيا في اسرائيل حول مستقبله السياسي، وبالتالي لربما لا يستطيع العوده مره اخرى الى القتال، وبالتالي تجده الان يفتعل مواجهه جديده في مدن وشوارع وقرى الضفه الغربيه على اعتبار ان هذه الحرب ستستمر بشكل او باخر في جغرافيا او في اخرى. الهدف هو ان ينتصر الجميع. هناك قرارا مركزيا داخليا في أروقة اليمين الإسرائيلي، اليمين القومي واليمين الديني، لأن هذه الحرب ليست حربا على غزة فقط، هذه حرب من أجل اليمين ومن أجل بقاء اليمين في السلطة في إسرائيل، وبالتالي يجب أن ينتصروا في هذه الحرب، وهذا الانتصار بكل تكاليفه العالية، بكل الكلفة التي تدفعها المجتمع في إسرائيل، تدفعها الاقتصاد في إسرائيل، يضرب ذلك بعرض الحائط. بالامس توجه وزير الماليه سموتريتش الى المحكمه العليا يطلب فيها بان تفصل بهذا الاضراب وان تقول ان هذا اضراب غير مهني غير مطلبي، هو اضراب سياسي وبالتالي يجب وقف هذا الاضراب. هذا كله الفكرتين المركزيتين التي تتجدان الان في المجتمع الاسرائيلي. هم يجمعوا على الحرب ولكن الادوات هي التي الاداره في مكان النقاش. هناك من يقول انه يمكن ان نذهب الى صفقه ونصفقه مع وهناك من يقول انه لا يوجد صفقه، لا يوجد امكانيه للذهاب الى صفقه وان هذه الصفقه ثمنها سيكون مرتفع عالي على اسرائيل وبالتالي علينا ان نستمر في الحرب ضد الصفقه. نعم. هذا نقاش يعني كبير داخل اسرائيل الان. نعم، اشكرك دكتور خليل ابو كرش خبير الشؤون الاسرائيليه، شكرا جزيلا لك.